هاي برضو المراي والضي. ولازم نتأكد إنه كل إشي تكين بالأجنحة، كل شيء مزبوط بالأجنحة. أنا أول واحد رحت تعلمت على الطيارة. أكثر ناس دعموني هم دار حماي أهل جوزي. الشعور حلو كثير لما أنك تطلع على الطيارة وتشوف المناظر اللي أصلاً أنت دائماً بتشوفها قدامك، تشوفها من السماء، إنه كيف إنه أنت شايف كل إشي من فوق، بتحس حالك أنك عن جد عن جد عن جد ملكة الكون. مايا حرباوي، بنت أسعد العرو من جدة المثلث. حالياً أنا معلمة سواقة بالقدس، عملت كل الرخص، شحن ثقيل، شحن خفيف، باص، تريلا، وعملت كمان شهادة تسترية. فإنه حبيت إنه أعمل إشي جديد اللي يعني ما حدا عمله قبلي، وحبيت إني أتعلم على طيارة وإنه يبقى فيه مستقبل أكثر لمثل هيك شغل. بلشت فكرة إني بدي أتعلم على الطيارة هي من وقت ما إنه بقيت أنا وجوزي نحضر برنامج بالتلفزيون عن تحطم الطائرات ولما الطيارة بتوقع وشيف بطوله الصندوق الأسود وبقعدوا يحللوا إنه شيف صار الاصطدام وشيف وقعت الطيارة. فخلص صارت الفكرة براسي من وقتها. اللي أنا بعرفه إنه أنا أول واحد رحت تعلمت على الطيارة، فإنه يجوا بنات، أنا شفت واحدة وثنتين اللي راحوا بلشوا يتعلموا، فهذا الإشي أكيد حتى بيبكى فخر لإلي إنه البنات نفسهم صارن إنه ما يتطلعوش شو المجتمع بتطلع، إنه شافن إنه إشي منيح وإشي مناسب إنهم يعملنه وراح نعملنه. من ناحية الجرأة إنه الحمد لله رب العالمين، أنا من زمان إنه جريئة وعندي جرأة من وقت ما إني انولدت. الشعور حلو كثير لما إنك تطلع على الطيارة وتشوف المناظر اللي أصلاً أنت دائماً بتشوفها قدامك، تشوفها من السماء. فإنه عشان هيك أنا دائماً بحب إني أصور وأفتح بث خلال الدروس، عشان الشعور اللي أنا حاسة فيه الناس برضو تحس فيه، إنه كيف إنه أنت شايف كل إشي من فوق، بتحس حالك إنك عن جد عن جد عن جد ملكة الكون. أكثر ناس دعموني هم دار حماي أهل جوزي، فيعني لمجرد إنه هم داعمين وهم مساعدين وابنهم موافق وجوزي موافق، فإنه مش شايفة إنه في قيود اللي هالكد إني أحس إني تحررت منها، لأنه القيود إحنا اللي بنعملها لحالنا. في تفاعل وفي كثير ناس اللي بتابعوني واللي بضلهم يقولوا لي إنه مثلاً ينزلي فيديوهات، وصار الناس اللي يبقوا يستنوا، يبقوا حتى لما أني بغيب أسبوع ولا أسبوعين بصروا يودوا لي على الخاص إنه وين أنت، ليش بطلتي تفتحي لايف وهيك. بالنسبة لنا بالطيارة زي بالسيارة، كل الساعات مهمة، مش ساعة مهمة وساعة مش مهمة، كل ساعة لها شغلها. هانا عنا ساعة السرعة. التعليم نفسه خلينا نقول إنه أصعب إشي بكل الفكرة هو التعليم، لأنه غير قيادة الطيارة في 7-8 امتحانات اللي هنا راح نسويهن زي التئوريا. فمن ناحية وقت إنه أنا امرأة متزوجة، عندي زوج، عندي شغل، عندي أولاد، خلينا نقول إنه تقبل المجتمع مش هالكدي، إنه المجتمع تقبل هذا الإشي من البداية، لحد ما إني صرت إنه أنزل على التيك توك وفتحت الصفحة، فإنه لاحظت إنه في صرن بنات يروحين يقدمن على هذا الإشي. رسالتي للمجتمع اللي دايماً بحاول إنه البني آدم الناجح إنه يهده وإنه ينزل من معنوياته وما يخليهوش يكمل بطريقه، دايماً حطوا هدف قدامكم، الإنسان الناجح إنكم تصيروا زيه. إلا البنات، إنه أنت مقتنعة حابة تتعلمي، اعمل اللي أنت شايفتي واللي الناس اللي حواليك وبخصهم مقتنعين فيه. ما ظلتش تطلع على نظرة المجتمع، ما ظلتش تقولي شو الناس بدها تقول، اعمل اللي أنت بناسبك.